ولذا على الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل أو أن يتحدث في أي حديث أن ينظر هل ذلك العمل وذلك القول مما يحقق له مطلوبه في تحصيل العلم ونشره أو لا يكون الأمر كذلك. فإننا في وقتنا الحاضر ومع وجود وسائل الإعلام المتنوعة ووسائل التواصل المختلفة شغلت الناس بما لا يتعلق بأعمالهم، فكم من وقت يمضيه الناس في الحديث عن الحروب العالمية وعن المداخلات الاقتصادية وعن أمور عامة لا تتعلق بالشخص في حياته، فتمضي الأوقات بذلك بدون أن تعود بنفع على الإنسان، فضلاً عما يمضيه بعضهم من أوقات في اللهو تضيع على الإنسان شيئاً كثيراً من وقته. ولذا عليك أن تعيد صياغة وقتك لتكون عائدة عليك بما تنتفع به في دنياك وأخراك. وانظر مثلا إلى ما يبذل من الأوقات في مطالعة الأخبار أو مطالعة المواقع والتعرف على أخبار فلان وفلان، واعلم بأن هذه الأوقات هي عمرك، ومتى أمضيتها فيما لا تنتفع به كان ذلك خسارة عظيمة أعظم من خسارة المال.